الاداره. يمكن اللي ما تابعناش من بدايه الحلقه هيتابعنا دي او هيسمع مني دلوقتي ايه اللي احنا قلناه في الاول. مجلس اداره النادي الاهلي النهارده برئاسه الكابتن محمود الخطيب قرر ياسس 3 شركات مساهمه. وكنا قلنا على الشركات دي طبعا يعني سريعا، انا مش هقرا لكم طبعا كل القرارات ولكن هنقول النقط السريعه فيه. طبعا اول شركه كانت شركه تاسيس شركه الاهلي لكره القدم، دي الشركه رقم 1. الشركه رقم 2 تاسيس شركه استاد الاهلي شركه مساهمه مصريه ايضا. رقم 3 كان تاسيس شركه الاهلي للسياحه، احنا قلنا الكلام ده في بدايه الحلقه وقلناه بالتفصيل. وتم طبعا تشكيل 3 لجان عشان متابعه هذه الشركات. والكابتن محمود الخطيب طلب من المجلس كله انه يقرا تصوره طبعا بتمعن عشان يتناقشوا في هذا التصور بعد طبعا ما يقروا ويبتدوا يتباحثوا كلجان عن هذا الموضوع. والحقيقه ما كانش ينفع يكون معانا الخبر ده لما يكون معانا الاستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي طبعا للنادي الاهلي من مقر النادي الاهلي بالجزيره. اهلا بيك يا فندم. مساء الخير يا هيثم، تحياتي ليك ولمشاهديك الكرام عبر قناه الاهلي العزيزه والغاليه على قلوب كل اهلاويه. اهلا وسهلا. حضرتك منور شاشه قناه النادي الاهلي، وعايزين نسمع طبعا تعليق حضرتك عن القرارات المهمة اللي اتخذها مجلس إدارة في اجتماع اليوم. خليني مجددا أرحب بجمهور النادي الأهلي العريق في كل مكان عبر شاشة قناة النادي الأهلي، وأضيف أنه هذا الاجتماع كان اجتماع بالفعل اجتماع مهم اعتمد في مجلس الإدارة اللي انعقد اليوم في مقر النادي بالجزيرة برئاسة الكابتن محمود الخطيب عدد من القرارات المهمة المتعلقة بالنشاط الرياضي في مختلف اللعبات، وتحديد يومي 27 و28 نوفمبر لانعقاد الجمعية العمومية العادية، بالإضافة لدراسة تصور الكابتن محمود الخطيب اللي قدمه. تعرف انه الرجل يتمتع بخبرات كبيره في مجال التسويق، وهو مهموم الحقيقه بفكره صناعه الرياضه وصناعه كره القدم وتعظيم موارد النادي الاهلي، فكان عنده خطه اشتغل عليها الحقيقه الاهلي 2050 قدمها لمجلس الاداره النهارده. بالتفصيل انه هذه الرؤيه بتستهدف الحقيقه مستقبل الاهلي بهدف مواكبه التغيرات السريعه في صناعه الرياضه سواء على المستوى المحلي او المستوى الدولي، ايضا في مجالات زي المجالات الاداريه الانشائيه والاستثماريه والتسويقيه وايضا الخدميه، بهدف البحث وخلق موارد وروافد جديده تساعد النادي الاهلي على اداء مهمته في ظل هذا التطور الكبير وهذا السباق الكبير في مجال صناعة الرياضة بشكل عام وصناعة كرة القدم بشكل خاص، لأنه النادي الأهلي كان دايما سباق ووضع النادي الأهلي في المكانة اللائقة واللي يستحقها. في هذا الإطار المجلس قرر إنشاء شركة الأهلي لكرة القدم، شركة مساهمة مصرية بتستهدف إدارة تنظيم ورياضة كرة القدم الاحترافية وأيضا أعمال الأكاديميات والمشاركة في مختلف الفعاليات والمنافسات سواء كانت محلية أو قارية أو عالمية، وأيضا ما يرتبط بها من حقوق بقى بث رعاية سلع ومنتجات مرخصة، منتجات برامج التسويق التعاوني، الإعلانات والتصديق على المنتجات، انتقالات وإعارة اللاعبين، مبيعات الإعلام الجديد أو الوسائط الجديدة، كل ما يتعلق الحقيقة بالتطور والفكر الجديد في هذا الإطار. ده بيأتي أيضا نتيجة أو وفقا لأحكام القانون الوطني المنظم للرياضة لسنة 2017 وقانون الاستثمار الصادر أيضا برقم 72 لسنة 2017 والنظام الأساسي للنادي أو لائحة النظام الأساسي. كان تاني قرار المجلس اعتمده بخصوص رؤية الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي هو أيضا تأسيس شركة استاد النادي الأهلي كشركة مساهمة مصرية لإنشاء وإدارة مدينة رياضية واستاد الأهلي وما يلحق به من خدمات الطب الرياضي والاستثمار والتطوير العقاري والمراكز التجارية وأيضا خدمات التعليم على الأراضي المملوكة للنادي الأهلي وفقا لأحكام القانون المصري المنظم للرياضة سنة 2017 وأيضا قانون الاستثمار 72 ل 2017 ولائحة النظام الأساسي. آخر يعني نقطة في رؤية الكابتن محمود الخطيب اللي قدمها لمجلس الإدارة النهاردة وتم اعتمادها هو الموافقة على تأسيس شركة الأهلي للسياحة والخدمات كشركة مساهمة مصرية تتولى تقديم خدمات السياحة والرحلات والسفر لكل من الفرق الرياضية واللاعبين والأعضاء والجماهير وما يرتبط بها من خدمات إقامة ومعيشة. الحقيقة رغم أن النادي عنده إدارة
مستقلة وبتعمل بحرفية، إلا أنه حجم الإنفاق في هذا المجال هو حجم كبير جدا. عشان كده كابتن محمود الخطيب ارتأى أنه مهم إنشاء شركة تقوم بتقديم هذه الخدمات للأخذ أيضا بأسباب التقدم، وفي نفس الوقت النادي الأهلي يسعى لتعظيم موارده وإدارتها إدارة رشيدة وحكيمة. المجلس علشان يضمن تنفيذ هذه الرؤية والعمل عليها بدراسة جيدة ومتأنية طبقا للمعايير العالمية، فالكابتن محمود الخطيب والمجلس قرر تشكيل 3 لجان، كل لجنة تقوم على إعداد وتقديم المزيد من الدراسة لهذه الشركات. الشركة الأولى سيتولى رئاستها المهندس خالد مرتكي. حضرتك عارف أن المهندس خالد عنده يعني باع طويل وخبرات كبيرة في مجال العلاقات الخارجية وكرة القدم، وهو دايما ممثل النادي الأهلي في هذه المجالات. وبالمناسبة يعني لابد ان احنا نقول للمهندس خالد الحمد لله على السلامة بعد تعافيه وأسرته الحمد لله، وبعد ان اتم المولى سبحانه وتعالى شفاه التام عليه وعلى أسرته من فيروس كورونا المستجد، وعاد ليمارس الحقيقة عمله وخدمة النادي الأهلي. فهذه اللجنة هتكون برئاسة المهندس خالد مرتجي، وبتضم في عضويتها الحقيقة 2 من اللي عندهم خبرات كبيرة جدا في مجال الاستثمار. الأول هو الأستاذ طارق قنديل، حضرتك عارف انه راجل يعني بنكير كبير او راجل مصرفي عنده خبرة كبيرة في مجال الاستثمار، بالإضافة للأستاذ محمد الضماطي كرجل أعمال ورجل إدارة متميز ورجل صناعة متميز. اللجنة الثانية اللي هتتولى شركة استاد الأهلي هتكون برئاسة أمين الصندوق، الجوانب المالية بقى والدراسة المتأنية للمتميز أيضا ابن النادي الأستاذ خالد الدرندلي أمين الصندوق، ومعه 2 الحقيقة من بنقول العناصر المتميزة في المجلس وبيمثلوا مستقبل النادي الأهلي، سواء الأستاذ محمد الجرحي أيضا بخبراته في مجال الاستثمار، أو محمد سراج بخبراته الأكاديمية، رجل مدرس في الجامعة الأمريكية، رسالة الدكتوراه بتاعته في إنشاء الاستادات، عنده خبرات كبيرة في هذا المجال، وبالتالي هيكونوا مسؤولين بوضع تصور شامل لتأسيس شركة استاد الأهلي. أما شركة الخدمات والسياحة هيتولى رئاستها أيضا الأستاذ إبراهيم الكفراوي، عنده خبرات كبيرة في هذا المجال، ومعه الدكتورة رانيا علواني والأستاذ مهند مجدي والأستاذ جوهر نبيل أعضاء المجلس، بهدف وضع تصور شامل لتأسيس هذه الشركة. المفترض أنه هذه اللجان تنتهي من دراستها الدقيقة والمتأنية والعلمية في نهاية ديسمبر المقبل إن شاء الله. عندي خبر تاني مهم الحقيقة، أنه بمناسبة مرور 20 سنة على فوز النادي الأهلي بلقب نادي القرن في قارة إفريقيا في كرة القدم طبقا لمعايير مختلفة ومتعددة تم وضعها في منتصف التسعينات، فتم تشكيل لجنة بالتعاون مع شركة بريزنتيشن. شركة بريزنتيشن الحقيقة اللي هي مملوكة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، شريكة النادي الأهلي وهي الراعي الأساسي للنادي الأهلي، وبالتالي هيكون ممثل لنادي الأهلي في هذه اللجنة العميد محمد برجان مدير النادي أو المدير التنفيذي للنادي، مع الدكتور سعد شلبي مستشار مجلس الإدارة للتسويق. الناحية الثانية من شركة بريزنتيشن هيكون في الأستاذ زكي عبد الحميد نائب رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وأيضا هيكون معاه ربما الأستاذ منتصر النبراوي رئيس الشركة، بهدف وضع تصور لهذه الاحتفالية لتخرج بشكل يليق بالنادي الأهلي واسم أيضا شركة بريزنتيشن الكبير، وهذه المناسبة العزيزة على قلب كل أهلاوي وهو فوز النادي الأهلي بلقب نادي القرن في إفريقيا. الحقيقة يعني دي معظم أو أهم وأبرز الأخبار في هذا الإطار، مهم من خلال قناة النادي الأهلي أننا نضع جمهور النادي الأهلي العظيم والعريق اللي بيشوفنا في كل مكان أمام كيفية قدرة مجلس إدارته على أنه يسوس الأمور على إدارة الأمور في مختلف المجالات في ظل هذه الظروف الاقتصادية العصيبة اللي مرت على العالم كله بسبب جائحة كورونا وتوقف النشاط والخسائر اللي حصلت، ورغم ذلك النادي الأهلي لم يخصم جنيه من عامل، لم يخفض رواتب لاعبين أو أجهزة فنية، بل بالعكس كان دايما سباق وعنده رؤية استشرافية للمستقبل بهدف الحفاظ على اسم النادي والاحتفاء والحقيقة الحفاظ على كل أسرة وعائلة النادي الأهلي. أكيد طبعا أستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي للنادي الأهلي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا في قناة الأهلي، وكمان وضحت لنا وديتنا طبعا أخبار مهمة عن اجتماع مجلس إدارة، بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم.